ممكن ما بين 16 و 18 جان في 2023، نقول لك مازال بكري، لكن احنا نحبوا نحكيوا على الحدث خاطر باش يتم دعوه العديد من رجال الاعمال للمشاركه وللتجار وكل. لمن الدعوه ستوجه؟ والله ومن المعني بالمشاركه في هذا الملتقى؟ الدعوة مفتوحة لكل الشركات التونسية، شركات كبرى متوسطة أو حتى للستارت اب، الشركات الناشئة. احنا تعرف عملنا الدورة الأولى في طرابلس وكان منتدى معناتها ومعرض كبير برشا، حضروا فيه 170 شركة تونسية و1000 رجل وامرأة أعمال تنقلوا لطرابلس السنة الفارتة. السنة إن شاء الله هذه قررنا نعملوا في مسراتة. علاش يقول قايل بدلنا من طرابلس إلى مسراتة؟ والله زرت مسراتة مع وفد من المجلس العمل التونسي الإفريقي، وبصراحة فوجئت أولا أنه أمنيا مؤمنة بصفة كبيرة، هذه النقطة الأولى. جميلة ومدينة جميلة زي. مدينة جميلة وأهلها زادة باهين صحيح، أهلها ممتازين. وقمنا بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والتجارة والزراعة بمصراتة، ومصراتة تعتبر حقيقة العمق الاقتصادي لليبيا. نجم نقولوا 60% من 70% من الصناعيين الكبار والتجار الكبار مصرتية يقولوا لهم من مصراتة. والأهم من هذا الكل سفاقس ومصراتة بالضبط، نجم نقولوا فما توأم بين سفاقس ومصراتة، لأنهم ناس عندهم في العرق نتاعهم التجارة. وكعلاش زاد كذلك تركيا، إيطاليا، مالطا اختارت مصراتة كنقطة عبور. اليوم مصراتة صحيح فيها ميناء على أعلى مستوى متميز جدا، منطقة حرة زاد كذلك كبيرة، وفيها بوكو دانسيتاسيون للاستثمار، مطار زاد وقع معناتها تأهيله أخيرا، لكن اليوم ولات نقطة عبور نحو أفريقيا جنوب الصحراء.